بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني المتوسط في هذا الدرس. طبعا درس لهذا اليوم هو بخصوص إنشاء الوحدة الثانية عزيز الطالب اللي موجود بصفحة 35 عزيز الطالب التمرين الثالث. طبعا منطوق الإنشاء راح يجيك عزيز الطالب بهذه الصيغة. شي يقولك؟ يقولك write اكتب a letter رسالة to your sick friend إلى شوف هاي to معناها إلى your sick friend إلى صديقك المريض. هو هذا إنشاءك عزيز الطالب، إنشاء مهم جدا جدا. هذا رسالة، رسالة لازم تحتوي على عنوان ولازم تحتوي على الاسم اللي احنا موديله ولازم تحتوي على اسم الكاتب من اللي كاتب الرسالة. نجي اول شيء للعنوان. العنوان تكتب اي رقم، رقم البيت مالتكم، رقم الشارع، رقم الزقاق، اي رقم اللي يعجبك. بعدها المنطقة اللي انت عايش بيها، مثلا انا كاتب العشار، واحد يكتب شاعر رشيد، واحد يكتب مثلا القدس، حي القدس، اي مكان انت المنطقة اللي عايش بيها. اوكي، بعدها اسم المدينة، مثلا بازر، هاي العشار وين موجود؟ بالبصرة. وضحت فكرة؟ واخر شيء هو التاريخ، التاريخ مثلا الخامس، لاحظ 5th ديسمبر، الخامس من ديسمبر 2022، لو تلاحظ 2022. هذا تقدر تكتبه وتقدر تغير بيه باللي عجبك. طبعا الانشاء مو ثابت ابوي، كل واحد يكتب بكيفه. يعني مثلا يجيكم ابو العربي يقولكم اكتبوا لي انشاء عن الوطن، المفردات اللي انت تستخدمهن والافكار اللي تستخدمهن انت يختلف عن افكار زميلك، فانت خليها ببالك. بالانجليزي هم نفس الشيء، مو الا نفس الانشاء، مو الا نفس الافكار، مو الا نفس المعلومات. لكن شنو؟ من يقول لك اكتب الى الصديق مريض، لازم افكارك تكون صديق مريض موديله. هذا واحد. اثنين، الكلمات السبلينج الاملاء ما تكون صحيح، هاي اثنين. ثلاثه، الجراماتيكال ميستيكس الاخطاء القواعديه لازم تضبطها. لذلك احنا اغلب الاحيان نقولب الطالب، ننطيه انشاء معين ونقول له نحفظه. وضحت فكره؟ وبعض الاحيان لا والله، مثلا اذا رابع خامس اعدادي انطي العنوان وهو يروح يدور، هو يكتب، هو يبحث. وضحت الفكره؟ فالانشاء يمكن ان تغير المعلومات اللي بي. بعدها راح نجي لهنا، لو تلاحظ عندك دير، دير عزيزي والمريض، اسم المريض من هو؟ على سبيل المثال انا كاتب جلال، انت او انت اكتب نوره، اكتب هبه، كتبي ليلى، كتبي سلوى، كتبي هادي، اللي يعجبكم اي اسم. بعدها نوب نجي للانشاء. انشاءك يتكون من ثلاث افكار، خليها ببالك. هنا انشاءك ثلاث افكار. لو تلاحظ امامك هذا الانشاء، اوه استاذ طويل، لا والله قصير، انا راح اراويك الاشياء اللي بي. اول شيء انه هاي الرساله توديها لصاحبك او صاحبتك انك تتاسفين على اللي صار وياها. هذا اول سطر عن هاي الفكره. السطر الثاني، هذا الفكره اللي بعدها، هذا سطر واحد اثنين ثلاثه، تحكي لها شنو اللي صار وياكم بالمدرسه. والفكره الاخيره، مو قلت لك ثلاث افكار، قلت لك الفكره الاخيره لازم انت تودي لها رساله او تودي لها فد فكره تخليها انه هي تتحسن. شلون تشعر بان واحد يسال عليها او اصدقاء يسالون عليها؟ فاكيد الواحد راح يطمئن. لذلك في افكار ثلاثه، اول شيء راح نجي الفكره الاولى. اي انا واز، انا كنت very sorry، انا كنت جدا، شوف هاي very معناها جدا، sorry اسفة، يعني انا اسفة جدا. to hear لسماع about عن your accident، عن الحادث اللي صار وياك. I hope او صار وياك، لان احنا نحكي على جلال. I hope انا امل you will انت سوف be able تكون قادر to leave and تترك، تعوف، شو تعوف؟ الهوسبيتال، المستشفى soon، قريبا. وهنا لو تعرف انه واحد يترك المستشفى قريبا معناها يتحسن، فهذا انه تتامل انه يصير وياه. هذه اول فكره. الفكره الثانيه راح نجي نسولف له، شو نقول له صار ويانا بالمدرسه. فلو تلاحظ we have had، نحن قد كان لدينا an
unusual week. هاي ان وهاي ان usual week. لاحظ اسبوع week معناها اسبوع. unusual غير اعتيادي يعني مختلف. فان unusual week اسبوع مختلف. وين؟ at school في المدرسة. شنو اللي يخلي مختلف؟ لاحظ we had a visit. كان لدينا زيارة from من a footballer من لاعب كرة قدم called يدعى يونس محمود. وهنا يونس محمود معرفة. هنا يونس محمود شخصية مشهورة ومعروفة. ف called يونس محمود. he هو أبو ذنون was كان fantastic كان رائعا. بعد he showed us هو بيّن لنا little things أشياء صغيرة to make لكي تجعل our game لعبتنا better أفضل. يعني لعبة كرة القدم يسويناها أفضل. ليش؟ لأن هو خبرة، لأن هو إمكانية. لذلك هذا الشيء اللي خلى الأسبوع مالتنا unusual غير اعتيادي. بعد ما كملنا الحدث اللي صار بالمدرسة نجي نرجع الزميل. All your friends جميع أصدقائك in the class في الصف miss you اشتاقوا لك and و send you ويرسلوا لك. شوف send يرسلوا you لك the best wishes. best معناها أفضل. wishes أمنياتهم. يرسلون لك أفضل أمنياتهم. شوف هاي the best wishes أفضل أمنياتهم. بالأخير هاي love تكتبها مثلا حبيبي عزيزي صديقي جلال love. وبالأخير منو اللي قاعد يكتب؟ شو اسمك أنت اللي قاعد تكتب؟ شو اسمك أنت هسه اللي قاعد كتبين الإنشاء تكتبينه بالأخير؟ لاحظ وليد على سبيل المثال. مثلا واحد يكتب علي. مثلا إيش اسمك اكتبه بالأخير. هذا إنشاءك عزيزي إنشاء الوحدة الثانية. طبعا أني آسف شوي الصوت وهاي بس شفت الحاح وشفت يعني أكثر الطلاب يجهلون إنه شنو إنشاءنا. لذلك أنا حبيت أسوي هذا المقطع بصورة سريعة لكم واعذروني إذا طولت. ولحد لهنا انتهى درسي. انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.